ورجعنا لكم اعزائنا المشاهدين عشان نبدا مع بعض رحلتنا النهارده مع عنب الكريمسون مع باشمهندس سالم غنيم اللي هيكلمنا النهارده عن اهم عمليات الجمع وايه اللي هيتم في عمليات الجمع وكمان ايه هي اخطاء عمليات جمع المحصول. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا فندم. يعني احنا النهارده في مرحله الجمع واحنا موجودين في مكان في العنب الكريمسون، في بعض الاخطاء الشائعه اللي يعني اللي عايزين نحذر منها الساده المزارعين خصوصا في الموسم ده، وكمان حضرتك اكيد هيكون عندك بعض المعلومات حابب تضيفها للناس. طيب احنا النهارده خلينا نتكلم علامات نضج محصول العنب عشان نبتدي عمليات الجمع. اول علامات نضج المحصول العنب الكريمسون تحديدا هو اللون. الاصناف الملونه كلها بتعتمد في جماعه على اللون، اما الاصناف البيضاء بتعتمد على السكر. كويس. طب اذا كنا بنتكلم على اللون النهارده وفي مشكله عامه في مصر او في يعني في الموسم ده هي مشاكل التلوين، يعني العنقود بيقعد وبيكبر وبيبقى ناضج وفي نفس الوقت التلوين لم يكتمل، المشكله دي سببها ايه وممكن نعالجها ازاي؟ مشكله التلوين دي مشكله كبيره جدا جدا خاصه في صنف الكريمسون، لان الصنف ده متاخر شويه فبيجي وقت نضج الثمار في درجات حراره عاليه ودرجات حراره الليل كمان بتكون عاليه، فده طبعا بيأثر على التلوين. فعشان نشتغل نتفادى قصه قلة التلوين في الكريمسون لازم ناخد بعض الإجراءات، بداية من أول الموسم. تسميد العنب لابد يكون متوازن، وعدم زيادة نسبة الأزوت ده سبب كبير جدا في نجاح العنب الكريمسون في التلوين. من الأخطاء الشائعة في تسميد الكريمسون زيادة نسبة الأزوت، وده طبعا بيعمل مشاكل بعد كده في التلوين. النقطة الثانية يعني التلوين القليل اللي احنا شايفينه النهارده، يعني شايفين مثلا على ايد ورانا في منها العنبة حمراء وعنبة صفراء وعنبة بيضاء، يعني دي كلها مشاكل بتاعة التسميد في أول الموسم. صح كده؟ يعني ده نتيجة هكمل لحضرتك أسباب قلة التلوين. السبب الأول قلنا زيادة التسميد الأزوتي. كويس. السبب الثاني استخدام منظمات النمو أو الإفراط فيها، يعني الافراط في منظمات النمو زي الجبريلين والسيتوكاين اللي هي بتعمل التطويل، اللي بتعمل استطاله وزياده التحجيم وزياده انقسام خلايا. يعني مثلا الجبريلين بنستخدمه في الاستطاله وفي التحجيم، خدت حضرتك؟ ايوه. فالافراط في الاستطاله في الجبريلين في بدايه الموسم بيعمل معايا مشاكل في نهايه الموسم في التلوين. يعني لو زادت نسبة الجبريلين في رشات الاستطالة والخف والتحجيم تعمل له مشكلة على طول في التلوين. كويس. بالنسبة برضو في هرمونات تانية زي السيتوكاينين استخدامها في الأصناف الملونة في التحجيم ده خطأ كبير جدا. ليه؟ بيعمل برضو مشاكل وأخر التلوين، لأن السيتوكاينين يعتبر هرمون الشباب في النبات، فطول ما النبات شباب ما بيتجهش للتلوين، أنت بتخلي النبات يتجه للتلوين عن طريق تقول له خش في طور الشيخوخة. فلما يخش في طور الشيخوخة يبتدي يلون بقى. يبتدي يلون. السبب الثالث بقى هو زيادة عدد العنائيد وإدارة المجموع الخضري. زيادة عدد العنائيد، لو زاد عدد العنائيد على الشجرة أكتر من المعدل المسموح به بيأخر التلوين طبعا. يعني حتى تلاقي الأخطاء العمالة مثلا ممكن تلاقي شجرة في الجمع خلصت من أول وش أو خلصت من ثاني وش، وفي شجرة تستمر معاك لنهاية الموسم وما تلونش. إيه السبب؟ ده خطأ في إدارة العملية الخضراء اللي هي اختيار العنائيد سلكشن للعنائيد الموجودة. خدت بال حضرتك؟ فأنا دي المشكلة الثالثة اللي هي زيادة المحصول على الشجر. الحاجة الرابعة الإضاءة والتهوية. لو ما عنديش إضاءة موجودة في الأرض كويس هتدخل في مشاكل كتير منها قلة التلوين. ناهيك بقى عن الأمراض الفطرية والحشرية اللي أنت أكيد بتخش فيها. أكيد أكيد أكيد. يعني احنا نقدر نلخص كده دلوقتي مشكله التلوين، اول حاجه في التسميد الازوتي، في التسميد الازوتي استخدام منظمات النمو، منظمات النمو بتاعه الاستطاله، الافراط فيها، اداره المجموع الخضري والثمري. جميل. اخطاء عمليات الجمع ويعني اختيار العنقود اللي هو الناضج. ايوه مظبوط. جميل جدا. طيب احنا خلينا بقى نمسك واحده واحده كده فيهم ونفسرها بالراحه. تمام. هل في نوع معين من التسميد الازوتي خاص باشجار العنب الكريمسون ولا اي تسميد ازوتي بيمشي معانا؟ النبات بيحتاج وحدات ازوت معينه باختلاف مصادرها، يعني مثلا ممكن تحصل من نطاط الكلسيوم كمصدر للازوت، وحدات الازوت قليله جدا في الكريمسون، خاصه لما يكون مطعوم كمان ممكن تضيف حاجات بسيطه جدا جدا غير العقله.
لكن لما النبات يبقى عقلة بياخد وحدات يعني اكتر شوية أكتر من الازيت. شوية. لكن الكريمسون غير الاصناف الاصناف اللي انا بالاخرى بيحتاج وحدات بسيطة جدا، لانه نبات قوي وبيدي نمو خضري زايد، فبيعمل مشاكل في التلوين، هو اصلا تلوينه ضعيف، فزيادة الازوت فيه تعمل لك مشاكل اكبر. ده بالنسبه لموضوع الازوت. طب هل في صيغ معينه من الازوت مفضله في عنب الكريمسون؟ يعني هل في تركيبات معينه من الازوت هي الافضل عن غيرها في عنب الكريمسون، ولا اي ازوت بيشتغل معانا ما دمنا ملتزمين بعدد الوحدات؟ ما دمنا ملتزمين بعدد الوحدات انا ممكن نشتغل من مصادر، بس اهم حاجه يكون مصدر موثوق منه علشان خاطر يعني عدد الوحدات ما يزيدش معانا، يعني ما يكونش المركب مثلا مديك مكتوب عليه مثلا عدد وحدات الازوت فيه مثلا 11، وتبص تلاقي لو حللت تلاقي 15 و20. فالمصدر اللي بنجيب منه السماد او الرش لازم يكون موثوق منه. كويس. حاجه مسجله. طيب تاني حاجه بقى موضوع الافراط في هرمونات الاستطاله. طيب احنا عارفين ان احنا بنحتاج هرمونات الاستطاله في وقت يعني عشان نعرض الاكتاف بتاعه العنقود نفسه، وعشان نحصل على حجم معين، وخصوصا الناس اللي بتشتغل تصدير يبقى هي اكيد هدفها انها تطلع عنقيد بطول معين بعدد حبات معينه. ازاي اقدر اظبط عمليه هرمون الاستطاله بدون ماذي التلوين؟ الجرعات الموصى بها لازم التزم بيها. يعني في الاستطاله ما زدتش عن، في الكريمسون ما زدتش عن 1 ببي ام، واحد جزء في المليون. واحد جزء في المليون. يعني قرص على الألف. قرص على الألف. قرص 10 جرام على الألف لتر. على الألف لتر. ده بالنسبة للاستطالة. بالنسبة برضه للخف برضه ما بزيدش عن كده. بالنسبة بقى للتحجيم، ودي مرحلة مهمة جدا، زيادة الجبرين فيها بتأثر على التلوين بنسبة كبيرة جدا. ففي مكنة مخصصة لرش التحجيم في الأصناف الملونة دي. اسمها مكنة الكتروستاتيك. بتدي المحلول شحنه معاكسه لشحنه العنقود. كويس. فلما بترش الرش ما بيروحش على الورقه، لان شحنه الورقه غير شحنه العنقود. فهو بيدي شحنه مغايره للعنقود. فبالتالي كل الرش بيروح على العنقود فقط، بيروحش على الشجر، فما بيدفعش الشجر النمو الخضري، وبالتالي ما اثرش على التلوين بنسبه كبيره. يعني دي بالنسبه للمكنه الالكتروستاتيك. فبنستخدم فيها كمان جرعات من الجبرلين اقل شويه. في ناس بقى بتعتمد على التغطيس، بتدي 20 بي بي ام عن طريق التغطيس، بيغطس العنقود. يمسك العنقود بصبعين من فوق والكوز من تحت، ولابد ان المحلول يغمر كل الحبات. ده بالنسبه للتغطيس. في ناس بقى يعني بتتعافى شويه او بتتعامل يعني بشده شويه مع النبات وترش بالاوتومايزر بتركيز برضه. بتركيز الشيء. طب الاوتومايزر ده هياخد العنقود باللي حواليه بالورق بكل حاجه؟ طبعا بيزود، بيعمل انهياج للنمو الخضري. بالاضافه ان كمان بيقلل خصوبه السنه الجايه. اكيد، ما هو الهياج في النمو الخضري اكيد هيسحب من عصاره النبات، ده رقم واحد. تاني حاجه الهياج في النمو الخضري هيقفل عليا النور والهواء وهيعمل لي كمان مشاكل. يعني النمو الخضري لما بيزيد عن حده بتبقى يعني مشكله على العنقود نفسه. طبعا اكيد طبعا. وطبعا لما الرطوبه تزيد والظل يزيد بينشط امراض فطريه كتير. والامراض الحشريه بعد كده زي ذبابه الفاكهه، لازم الارض تكون مهويه، يعني زي ما بيقولوا بالبلدي كده لازم يكون على الارض ظل تحت عامل زي جلد النمر، مبطش. أيوة. ابيض يعني يبقى مبطش كده. بقع ضوء وضوء بقع ظل، يبقى احنا كده يعني مظبوطين. طيب اذا اتكلمنا النهارده عن الناس بقى اللي هي بتزرع في الصوب المتغطي. المتغطي. لا الكريمسون ما بتغطاش. ما بتغطاش. لا الاصناف الثانيه اللي ممكن تغطي. اللي احنا بنحتاجها مبكره، الفكره من التغطيه. هو ميزه الكريمسون اولا ان هو متاخر. بيكون الاصناف الثانيه خلصت وهو ما فيش منافس ليه في السوق، فبالتالي بيتباع بسعر كويس. بيتباع بسعر كويس وبتصدر كويس. لكن بالنسبه بقى للفليم والتنافس كبير. نسبه المساحه المزرعه في مصر بقت كبيره جدا. وصنف الفليم منه سهل في الشغل شويه، فناس كتير زرعت فليم. فبقت المساحه كبيره جدا من الفليم، فبيهرب من التنافس عن طريق ان هو يغطي. يطلع مثلا بدري 15 20 يوم يلحق السوق الاوروبي، يهرب من التنافس المحلي كمان.
جميل جدا. طيب احنا كده يعتبر تقريبا اتكلمنا عن كل مسببات يعني قلة التلوين. خلينا نعرف بقى كمان اسماء بعض المركبات اللي هي ممكن تزود معانا عملية التلوين للناس بقى اللي هي يعني ارتكبت بعض الاخطاء البسيطة كده، زودت شوية في الازوت، مش عارف زودت شوية في الجبرين، عايزين نلحق نلم الموضوع كده معاهم برضو نساعدهم شوية يعني. تمام، احنا قلنا التلوين مرتبط من بداية خروج العين او من تسميد التخزين كمان السنة اللي قبلها لحد الجمع. كويس. احنا وقعنا في مشكله، خلاص بقى عندنا مشكله تلوين وسمدنا بعض الاخطاء في التسميد، بعض الاخطاء في الرش، هنتلافاها ازاي؟ لازم ندي مركبات تقاوم الاجهاد شويه، لان بيبقى العين واقع تحت ستريس حراره وحمل، فلازم نديله مركبات طاقه، زي مثلا بوتاسيوم فوسفايد، مركب فوتاسول 1 لتر على الفدان، مركب كويس جدا. ندي مركبات طحالب احماض امينيه زي الفيتامين لتر على الفدان برضو. المركبات دي بتعمل دفعه للنبات، الفوسفور يخش انتاج الاي تي بي والطاقه. وطبعا الفوسفور اعتقد ان هو من اهم العناصر في عمليه التلوين، يمكن في معظم الفواكه. هو مش الفوسفور بس، في عناصر صغرى الناس بتهملها، مثلا بتبقى متخلبه على احماض امينيه زي مثلا البورون. عنصر مهم جدا في التلوين، لانه اصلا بيخش في انتاج الصبغه نفسها، صبغه الانسوسيانين المسؤوله عن اللون الاحمر. فالعناصر الصغرى لابد الاهتمام بيها برضه في المرحله دي. تدي رشه كالسيوم بورون عشان برضه الاجهاد، اجهاد الخلايا نفسها، لان طبعا حضرتك عارف ان الكالسيوم بيخش في جدر الخلايا نفسها. اكيد. فالاسرل او رشات التلوين عامه بتعمل اجهاد للنبات، يبدا النبات يستهلك الكالسيوم الموجود فيه في الحبايه. يعني انا لما برش النهارده المركبات بتاعه التلوين عشان ازود التلوين، محتاج كمان اعوض النبات بقى كمان؟ لازم تعمل موازنه، لان هو خلاص انت بتقول للنبات خش في طور الشيخوخه، فبيوجه كل جهده انه يلون الحبايه دي حتى لو على حساب الحبايه وصلابتها. خدت حضرتك؟ فانت لازم تعوض له بمغذيات يقدر يقاوم بيها. يعني بوتاسيوم فوسفات يستخدم لمقاومة الإجهاد، البورون عنصر مهم جدا في التلوين الناس بتهمله. ندي رشة كالسيوم عشان جدر الخلايا تفضل صلبة معايا ومستحملة. البوتاسيوم ليه دور جدا كبير جدا في التلوين، هو البوتاسيوم وزير المواصلات في النبات. جميل. طبعا الكالسيوم احنا عايزين ننبه برضو على اهميته كمان للناس اللي بتصدر الكالسيوم، له علاقه بقى بجوده العنقود نفسه وقدرته على التحمل، والشيلف تايمنج بتاع العنقود. لايف. الشيلف تايمنج او الشيلف لايف بتاع العنقود، اللي هو فتره صلاحيه العنقود مبرد، يعني يقدر يقعد قد ايه، يقدر يتنقل يروح لحد فين ويوصل بجوده ممتازه. الكالسيوم من ضمن الاهم العناصر اللي موجوده، واعتقد يعني الناس كمان اللي هي كانت دايما حريصه على انها تقي نفسها من مشاكل الملوحه باستخدام مركبات زي كده سال مثلا، الناس دي برضو هنلاقي عندها مخزون من الكالسيوم معقول جدا في اشجار العنب او الاشجار بتاعتها بشكل عام. يعني احنا لو دخلنا في الكالسيوم ودوره وتاثيره هنتكلم كلام كبير جدا. يعني هنقول الكالسيوم من بدايه الموسم، لان الكالسيوم عنصر بطيء لطيف الانتقال، وما بينتقلش من ورقه للثمره، من روت تو فروت. ايوه، يعني من الجدر للثمره مباشر. فانت لازم تدي جرعاتك في التربه مظبوطه ومن بدري شويه، عشان لما ياخد وقته ويوصل للثمره يكون وصل في الميعاد المظبوط اللي هو فتره انقسام الخلايا، عشان يخش في جدر الخلايا ديت ويغلظها. فانا لو ضفت الكالسيوم في فترات متاخره كاني ما ضفتش. صحيح، يعني زي الطفل كده لازم يتغذى على الكالسيوم ده من هو صغير. والكالسيوم ليه دور فعال في الاراضي الملحيه كمان، يعني هو طارد للصوديوم. اكيد اكيد، فبيطرد الصوديوم محل محله، دي برضه بحل لك مشكله كبيره جدا في نفاذيه التربه وامتصاص بقيه العناصر. يعني الكالسيوم يعتبر بيهيئ التربه للعناصر الثانيه عشان النبات يقدر يمتصها. اضافه بقى ان الجرعات بتاعتنا لازم تكون منضبطه، وبتبدا المنحنى بتاعها يبدا قليل يزيد يوصل في مرحله التزهير لاعلى مستوى، وبعدين يبدا يقل ثاني لحد ما الحبات توصل قطرها مثلا 12 13 مللي، بيبدا الجرعات تبقى خفيفه جدا او تكاد تكون ما بيضافش. جميل. طب انا في برضو يعني ملاحظه النهارده شايفها مع حضرتك هنا في المزرعه، وجود القش على يعني في الممرات عندنا ومحاوط على الجذع بتاع اشجار العنب اللي عندنا. تمام. انا موضوع القش الرز ده موضوع مهم جدا، وانا بوصي بيه كل المزارعين،
لعده اسباب. السبب الاولاني بيقيني من الحشاش، ده رقم واحد. رقم اتنين بيحفظ الرطوبه معايا للطبقه السطحيه، فبيحافظ على نشاط الجذور السطحيه في فتره الصيام اللي انا بصوم فيها العنب. لازم احافظ على جذور الجذور السطحيه دي، اكتر جذور بتمتص في النبات. صحيح. وهي اكتر جذور فعاله معايا. الجذور السفليه ما بتبقاش ذات كفاءه عاليه زي الجذور السطحيه. فانا لما افرد طبقه قش رز بنشط الجذور على وش الارض. لدرجه ان الجذور بتتخلل القش ده وتعيش فيه. كمان. موجود يعني. كويس. لو حضرتك حبيت لو كشفنا شويه القش ده هتلاقي جذر العنب جوه القش. جوه القش. جوه القش. احنا كمان حتى من التجارب بتاعتنا كنا حطينا خدمه على قش رز قديم وفردنا فوق منه قش تاني. الدنيا اتغيرت، يعني البيئه بقت تشبه البوتموس بالظبط بتاع الشتلات. وده ادى لنشاط ديدان التربه. ده اللي بنقول عليها ديدان الطامن. ودي وجود الديدان دي يدل على خصوبه التربه. يعني خصوبه تقارن يعني وصلنا للدرجه دي واحنا في ارض صحراويه وصلنا للدرجه دي. نشوف الديدان بتاعت اللي بتدل على ان التربه قد ايه خصبه يعني. وبالتالي ان طالما بيحفظ رطوبه في الطبقه السطحيه دي بيمنع ارتداد الاملاح من البكه. اكيد اكيد. فيعتبر طارد للاملاح، محسن للتربه، موفر للميه، موفر للميه، زياده انتشار الجذور. يمكن احنا شفناه قبل كده في زراعات الرمان وهي المعلومه بتتكرر قدامكم، قش الرز قد ايه مفيد جدا ان احنا نغطي بيه المنطقه السفلى من اشجار